حصل في خلال هذه السنين حصلنا موقف حمد غربين ما حصل في تاريخ الكويت. عجيب. وهذا صراحة شيء يعني نشكر فيه شكر خاص البعثة الكويتية والمملكة العربية السعودية. في الحج الماضي بفضل الله عز وجل اخواننا مادة 17 طارت عنهم الطيارة لأن السيستم الكويتي السعودي يقفل يعني بعد شنو خمس بعد تاريخ خمسة ذي الحجة أي جنسية غير كويتي ما يطير ما يطير وقفل. سبحان الله متى فتح بعد مع التراسل ومع تدخل فيها يعني صراحة أنا البعثة الكويتية وحنا سعينا فيها أشد السعي. وصلت طياراته متأخرة وصلت متضارم طارة وطلعنا طيارة خاصة طيران الكويتي ما شاء الله الساعة 11 بالليل وصلوا عندنا الساعة 4 الفجر بيوم عرفة. الله 4 الفجر وهذه تاريخ لما وصلوا سبحان الله نزل جناطهم تداركت الموضوع سلموا على أهلهم وعلى طول الحج عرفة. مفرد الله يعني حج مفردين الحمد صحيح. لله أن الدين يسر في حج تمتع وفي حج قران وفي حج إفراد فوجدوا حجوا واستانسوا سبحان الله مكتوبة لهم هذه الحجة بهذا الطريقة لما صارت الجائزة على التميز هم من أكثر الناس جزاهم الله خير اللي يعني شكرونا ووضعوا الامتياز بديهم سبحان الله. هذا اللي نقوله إذا ربك كاتب لك حجة معينة في سنة معينة خلاص أنت تحج يعني ما لا محالة يعني.